وعدد الناس الجايين لعيسى زاد بالهن وبيجوا عشرات الآلاف لحد قاعدين يلعاصر. وعيسى حج لتلاميذه أول وقال: أو بالكم من الفريسيين عشان ما تبقوا مثلهم، النفاق قاعد فوقهم مثل التوارة قاعدة في الخبزة، وما في شيء ملبد البعدين ما ببين، وما في عشير الما بنعرف، عشان ده أي كلام اللي قلته في الليل ينسمع في النهار، والكلام اللي هجيته بأشير داخل في البيت يبلغوه برا في الشوارع. يا رفقاني نوريكم ما تخافوا من الناس، يقدروا يقتلوكوا ولكن ما يقدروا يسووا لكم زيادة من ده. نوريكم يا طول واجب تخافوا منا، أخافوا من الله، هو يقدر يقتلكم وبتان عنده قدرة عشان يرميكم في جهنم. أيوة هو بس الواجب تخافوا منا. تعرفوا كدر بيبيعوا 5 طيور دقاق بريالين، ولكن نقول لكم كدر الله ما ينسى أي واحد منهم، وإنتوا كلا الله قاعد يفكر فيكم ويعرف عدد الصوف اللي في راسكم. أي واحد منكم أخير لله زيادة من طيور كثيرين، وخلاص ما تخافوا من الناس. وأنا ابن الإنسان نقول لكم كدر أي نادم البشهد لي قدام الناس أنا نشهد لي قدام ملائكة الله، وأي نادم لينكرني قدام الناس أنا كل ننكر قدام ملائكة الله، وأي نادم البقول كلام ضد ابن الإنسان الله يسامحها، ولكن الله ما يسامح النادم اللي يهجد ضد الروح القدوس. ووكد يقربوك ويودوك قدام مسائل بيوت الصلاة وقدام الكبارات والحكام، ما تهم للكلام اللي تقوله ولكن كيف ترد لهم، عشان في الوقت ده الروح القدوس يألمك الكلام الواجب تقوله. ونادم واحد في أسط الناس الماشين ورا عيسى ناداه وقال: سيدنا أجبر لأخوي عشان يقسم معي ورصدنا. وعيسى رد لي وقال: يا راجل في فكرك الله جعلني فوق عشان نقطع عليكم الشريعة ونفرقك ولا؟ وعيسى حج للناس وقال: أنقروا وأو بالكم من أي شيء أنا طمع، عشان قيمة النادم ما تزيد مع ماله، كم ماله يبقى كثير كله. وحج لهم بمثل وقال: يوم من الأيام في نادم غني وزراعة ولد لي غلة كثيرة بالهين، وسأل نفسه وقال: ها نسوي شنو؟ ما فضل لي بكان نخزن فوق غلتي. وقال: خلاص نعرف الشيء نسوي، نكسر دبنقاتي ونسوي في بدلهم دبنقات كبار منهم، وفوقهم نصب كل غلتي وكل خمامي، ونهجي لنفسي ونقول: يا نفسي عندك مال كثير مضمومة ليطول سنين، ننجم بس وناكل ونشرب ونفرح. ولكن الله نادى وقال: يا جاهل في الليلة دي بس نشيل روحك، والخمام اللي جهزت لنفسك ده يبقى هنا ياتو. وعيسى قال: ويبقى مثل ده لأي نادم اللي يضم مال لنفسه وما ضم مال في مخزن الله. وعيسى حج لتلاميذه وقال: في شان ده نقول لكم ما تهموا لحياتكم في شان الأكل ولا لجلدكم في شان الخلقان، عشان الحياة أخير من الأكل والجلد أخير من الخلقان. فكروا في الغراب، هما يتير ولا بقطع غلة وما عند دبنجة ولا مخزن، ولكن الله يعيشه، وأكيد أنتوا أخير لله زيادة من الطيور. وكان نادم منكم يهم كثير بالهين، الهم ده ما يقدر يزيد عمره ولا بساعة واحدة كلها، وكان الهم ما يقدر يسيء شيء صغير مثل ده ما لا تهمه لشيء آخر. شوفوا النوار وفكروا كيف يقوم، ما يخدم وما يسوي كسوة، ولكن نقول لكم أكيد الملك سليمان ذاته في درجة الكبير أبدا ما لبس خلق جميل مثل جمال النوار ده. وكان الله يلبس القش بالنوار المثل ده، والقش ده قائد اليوم وأم باكر يزقلوه في نار الفرن، أكيد بزيادة هو يلبسكو أنتو. شدوا هيلكو أنتو الإيمانكو لسه ضعيف، وبمثل ده
ما تسألوا نفوسكم في الشيء التاكلوه والتشربوه وما تهموا ليه. كل ناس الدنيا خاطين بالهم في الأشياء دول، وأبوكوا الله يعرف قدر أنتوا تدوروهم. وخلاص خدوا بالكوا في مملكة الله بس، والله ينطيكوا الأشياء دول.